الاسمر ما الاسمر بعد لحظات انطلاق الشوط الثاني بين قدماء الترجي الرياضي التونسي وقدماء النادي الرياضي نفطي بملعب نفطة هنا. ذكروا النتيجة انتهت بهدف للصفر، هدف علي الزيتوني. الشوط الاول انطلاق الشوط الثاني عفوا منذ لحظات. هذه مخالفه بعد وسط الميدان. الحمروني يوزع، الحمروني تصويبه في توزيعه بشكل تصويبه من الحمروني، لكن المدافع يرجع الكره بالراس. مخالفه يعلنها الحكم للنادي الرياضي نفطي. تتنفذ المخالفة في دفاع جماعي قدماء النادي الرياضي النفطي. تمريرات قصيرة بين مخالفة في وسط الميدان. رجع الكرة الجمعة عكس علي الزيتوني، لكن تقطع الكرة، مقطوع الكرة. عذاري من التسويق، عذاري قطع الكرة من سامي العروسي إلى مكرم كريدان. رجع الحكم باش يشوف اللاعب، إصابة إن شاء الله تكون خفيفة للاعب قدماء النادي الرياضي النفطي. علي الزيتوني في وسط الميدان الى لاعب حسين بوزغير. لاعب حسين بوزغير
عن تصويب من حمروني وبجانب المرمى. نفذ السندانتر حاول مكرمك اليدين قطع الكرة. تمريرات وسط الميدان لكن ثم مخالفة وسط الميدان يرتكبها اللاعب عزيز. هجوم معاكس يعني مقطوع على الكرة إلى بسام الجريدي. كرة عند بسام الجريدي في وسط الميدان. توزيع لعلي الزيتوني. علي الزيتوني يخرج على الكرة تخرج الكرة. ضربة ستة بتنفذ الكرة بسرعة على الجهة اليمين يحاول يرجع بنتيجة جمعية قدماء نادي الرياضي النفطي بعد ما سجل علي الزيتوني الهدف الأول. والحارس بليغ بالحاج تمريرة لكن يخرج حارس بليغ بالحاج بعد غياب على زوز مباريات لسبب الإصابة يعود اليوم في المباراة يدخل في الشوط الثاني بعد ما كان الحارس عبد الرؤوف الرطولي في المرمى. يعني قم تغيير المدرب سمير الخميري ويقحم بليغ بالحاج. كرة جمعات حذاري حاول يغطي تصويب في جانب المرمى. هجوم معاكس يعني لقطتين تاع اهداف يعني يحاول يضغط فريق نادي الرياضي النفطي لتعديل النتيجة بعد ما متأخر بهدف الصفر. كرة عند العيادي الحمروني في وسط الميدان إلى مكرم كريدين للعيادي الحمروني أحمد بن غربال. إلى مكرم كريدين شو يعمل مكرم كريدين؟ يراوغ مكرم كريدين ينفذ بسرعة إلى علي الزيتوني. شوفوا فوق يا كريم مخالفة تبعد حوالي 30 متر في تنفيذ مكرم كريدين حلوة وهو العرض والهدف. تصويب من مكرم كريدين هدف رائع. تصويب مكرم كريدين مخالفة مباشرة تصطدم على القائم وتلمس في وجه الحارس وتدخل. هدفين لصفر حاليا في 5 دقائق لعب في الشوط الثاني. ذكروا للمباراة ودية استعراضية ودية بين جمعية قدماء الترجي الرياضي التونسي وجمعية قدماء النادي الرياضي النفطي. ذكروا نتيجة هدفين لصفر لمضى علي الزيتوني في أواخر الشوط الأول والهدف الثاني من مكرم كريدين بتصويب مخالفة مباشرة الدقيقة 5 من الشوط الأول.
يروح بسام جريدي سامي العروس يطلب التغيير عمروني ايش يعمل بالكره عمروني الى مكرم كريدان جابها الحمروني مره اخرى خذوها فيما نتقدي فيها توزيعها لكن مقطوعه من دفاع نادي الرياضي النفطي في وسط الميدان يرجع حسن فدو يعاون في وسط الميدان مباشرة الحارس بيليق بالحاج توزيع وبسام الجريدي بسام العروسي عياد الحمروني عامروني الى علي الزيتوني هو من علي الزيتوني يخرجوا معاكس خذوا علي الزيتوني شو يعمل علي يراوغ علي يراوغ ويسجل يراوغ زوج لاعبين ياخذ الكره من وسط الميدان خذ الهجوم يراوغ زوج لاعبين في منطقه الجزاء وحط الكرة بلمسة سحرية في الشباك تصبح النتيجة 3-0 لقدماء الترجي الرياضي التونسي أمام قدماء نادي الرياضي النفطي هدفين سجلهم علي الزيتوني وهدف ممتاز من مكرم كريدان بمخالفة مباشرة يحاول الفريق النفطي تذليل الفارق كرة بسام جريدي إلى العيادي شو يعمل العيادي حلوة من العيادي إلى عزيز عزيز على جناح الأيمن شو يعمل عزيز بالكرة إلى علي الزيتوني علي الزيتوني إلى حسن فدو حسن فدو سنفدو الى علي الزيتوني مره اخرى يتعدى حسن فدو يراوغ الحمروني يلعب الكره الى مكرم كريدان الى العيادي الحمروني في وسط الميدان يراوغ العيادي توزيع بدون عنوان الى الحارس بالغ بالحاج الى حسين بوزغية مكرم كريدان في وسط الميدان الى العيادي العيادي الحمروني شو يعمل العيادي يوزع العيادي الى عزيز
الزنزان وعودونا. كرة يقطعها ضربة التماس لقدماء الترجي الرياضي التونسي. نذكر النتيجة 3-0 بين قدماء الترجي الرياضي التونسي وقدماء النادي الرياضي النفطي هنا بملعب نفطة. ذكروا هدفين لعلي الزيتوني وهدف مكرم كريدان. ملعب حاليا الشوط الثاني. تصفنا الشوط الثاني 15 دقيقة لعب. نذكروا اللي المباراة تلعب الشوطين 30 دقيقة. هو من أحسن فدو إلى علي الزيتوني، يعني أجيال ورا أجيال. تصويب من علي الزيتوني ولمسة يد من المدافع. ضربت ركنية. كرة إلى حسن فدو إلى بسام الجريدي. بسام الجريدي لحسن فدو مرة أخرى. إيش يعمل حسن فدو؟ حاول يراوغ حسن فدو. ضرب عليه الكرة تخرج في التماس. نفذ التنفيذ في دفاع نادي الرياضي النفطي. يحاول مكرم كريدان قطع الكرة. فيكم دور في الكرة الراكمة. كرة في وسط الميدان. يحاول يذل النتيجة فريق النفطي. كرة إلى بسام الجريدي. سيمبو صغير عمروني مكرم كريدين يراوغ مكرم اللاعب الاول اللاعب الثاني الثالث الرابع ومن الكرة الى حسن فدو. حسن فدو لكن طويلة على مكرم كريدين. كرة بهجوم عكس يقطعها حسن. يقطعها اللاعب حسين بوزغاية. منتج دقيقة لعب في الشوط الثاني والنتيجة لا زالت 3-0 لقدماء الترجي الرياضي التونسي أمام قدماء النادي الرياضي النفطي. ذكروا اللي حل قدماء الترجي الرياضي التونسي هنا بنفطة أمس لإجراء هذه المباراة الودية الاستعراضية. عزيز عمروني إيش يعمل بالكرة؟ يفك يقطعها المدافع ترجع بتماس جمعية قدماء النادي الرياضي النفطي. قصة الكرة حسين بوزغاية ممتازة إلى العيادي الحمروني. توزيع من العيادي الحمروني إلى علي الزيتوني لكن يقطعها الدفاع مع أحمد بن غربال بدون عنوان الكرة. ثم حسن فدو يحاول يقطعها. زادت الكرة في مناطق نادي الرياضي النفطي. خذوات في وسط الميدان. مقطوعة الكرة من مكرم كريدان والحمروني. كرة طويلة إلى علي الزيتوني لكن يقطعها الدفاع مرة أخرى. كرة مازالت في مناطق فريق النفطي. حاول يدرج بالكرة، حاول تذليل الفارق بعد تأخره في النتيجة. يقطع الكرة أحمد بن غربال في هجوم معاكس إلى علي الزيتوني. على الجهة اليسار علي الزيتوني شو يعمل؟ يدخل يمر بالكرة. ممتازة الكرة الحمروني يراوغ بالحارس. شو يعمل الحمروني بالكرة ويسجل الهدف الرابع. أربعة
4-0 في 20 دقيقة لعب في الشوط الثاني. يعني نذكروا اللي انتهى الشوط الأول بنتيجة هدف لصفر عن طريق علي الزيتوني. حاليا تصبح النتيجة في 20 دقيقة لعب في الشوط الثاني 4-0 بعد ما تم تسجيل الهدف الثاني عن طريق مكرم كريدين بضربة مخالفة ممتازة. التصويب كانت على القائم ودخلت الكرة ويكمل يسجل الهدف الثالث علي الزيتوني. والأخير الحمروني سجل الهدف الرابع. كرة في وسط الميدان محاولة تغيير الفارق كالعادة الفريق النفطي فريق محترم جدا يلوش في الحل. اللاعب مخالفة يرتكبها لاعب سامي الجريدي عفوا ارتكبها لاعب حسين بوزغية في الدفاع. زالت النتيجة 4-0 زال 9 دقائق لعب في عمر اللقاء. هدف تذليل الفارق 4 أهداف مقابل هدف لصالح قدماء الترجي الذي التونسي. يعني يذل الفارق فريق النفطي حاليا. كرة عيادة علي الزيتوني شام علي اختار الكرة علي حاول يسجل هدف في آخر الفريق النفطي. مخالفة بعد الدقائق في عمر هذا اللقاء. نتيجة 4 أهداف لهدف. في وسط الميدان يحاول حسن فد ومكرم كريدان افتكاك الكرة. كرة إلى العيادي. العيادي إلى بسام الجريدي. إلى السجني. بودا روح. على رجليك. على رجليك. كرة في تماس. حكم يقول خرج الكرة تماس. شعب لو كان
كرة عند الحمروني في وسط الميدان، يرجع بها إلى السجني. سيمبو صغير يقطع الكرة، عملوني يعاود يقطعها في وسط الميدان، باهية إلى مكرم كريدان، هجوم معاكس إلى الزيتون. هز قبل ما يلعب الباس. حيالي حيالي حيالي. حمروني شو يعمل حمروني؟ مكرم كريدين إلى علي الزيتوني، إلى مكرم كريدين، تغييرات حلوة إلى علي الزيتوني. علي سجل الهدف نهاية المباراة بتقدم جمعية قدماء الترجي الرياضي التونسي بخمسة أهداف لهدف. مباراة كانت طيبة، مباراة كانت في أجواء طيبة وفي طقس طيب وحضور جماهيري كثيف، كانت الأجواء خرق العادة هنا بملعب نفتة. ونذكركم اللي غدا مباراة ودية أيضا في قبلي إن شاء الله.